خطوة قدام خطوتين ورا. مسافر وتايه على فين يا ترى؟ لحد ما شفت اللي بيرشد لي خطواتي، غير لي مسار حياتي. يسوع اللي دور عليا والدم قلبي اشترى. اهلا ومرحبا بكم في برنامجكم خطوات على الطريق. النهارده هيكون بيشرفنا اخونا المحبوب الاخ راشد ايوب عبد الله، كنيسه الرسوليه في حلوان. اهلا بيك يا اخ راشد، وربنا يباركك. النهارده انت جايب لنا شخصيه يعني متسرعه، صعبه، شديده، قويه، شخصيه بطرس. الحقيقه اسم بطرس يعني ايه يا اخ راشد؟ معناها صخره. صخره؟ صخرة يعني دماغه ناشفة، ولا صخرة يعني حجر، ولا صخرة؟ طب صخرة يعني يعتبر أساس يعني. هو الرب قالها له مش كده؟ قال له إيه؟ قال له أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيسة. يعني بنيان الكنيسة كان تأسيسه مع بطرس. أنت عايز تتكلم عن بطرس لما كان صياد وبعيد عن الرب وما كانش لسه ربنا خالص، وعايز تتكلم عن حادثة معينة غيرت حياة بطرس ونقلته نقلة كويسة. مظبوط. احنا هنقول بطرس قبل كده كان شغال ايه؟ صياد. يعني هدومه مش نظيفة ومزبرة وحالته حالة لا تطاق، لكن الرب جه وعمل له معجزة وغير. قبل ما يغيره ملا المركب سمك وقال له لو عايز تصيدها خليك تصيد زي ما انت عايز. مظبوط. لكن انا عايزك في حاجة تانية. قال له هعملك صياد ايه؟ الناس. صياد الناس. شوف الله يقدر ان ينقل انسان جاهل ما تعلمش من كل حتة، من صياد سمك لصياد ايه؟ الناس. الحتة التانية، بطرس اتعلم في كلية ايه ولا خد ايه؟ ولا حاجة. ولا كده ليه؟ أي لكن شهادة. قدر الرب يستخدم بطرس بطريقة غير عادية. انا عايز اقول بطرس هنا بعد يوم الخمسين، لما حضر يوم الخمسين كان الجميع بنفس عهد، لكن بطرس وقف. والوحيد اللي وقف هو غير الناس كلها. هو كان مش كده ولا ايه؟ كان يعني كان كم تلميذ وقت بطرس؟ 11. 11 وجابوا ال 12 يعني دخلوه لما صلوا وصاموا جوا 12. وكل ال 12 دول ولا واحد وقف بعد يوم ال 50 ولا قدرش يتكلم ولا يشرح، مع ان قبل يوم ال 50 بخطوه صغيره لما كان عند الصليب كان بيعمل ايه؟ يهرب وينكر ومش قادر. كل الصفات اللي ما تتقالش عملها. احنا محتاجين دلوقتي لحاجه مهمه جدا نبتدي بيها الخطوه. اذا اردت ان تبدا خطوه فابدا مع الروح القدس. ده المعلم. المعلم المرشد بطرس بالروح القدس. ده غير من بطرس الجبان الخواف التعبان الى بطرس الصخره، انه يقف والروح القدس بيسنده ويخليه يقول ايه؟ كلام ويشهد ويتكلم عن الرب يسوع لكل البشر. مين اللي وعظ الناس يوم الخمسين؟ بطرس. قال ايه بقى في الوعظ؟ خلى الناس تعمل ايه؟ الايه الاولى اللي انت عاوز تكون بتتكلم فيها في يوم الخمسين في الاصحاح الثاني في اعمال اثنين. قال ايه؟ فاقب بطرس وقال لهم توبوا وارجعوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس. يبقى لا تقبل عطية الروح القدس ولا تعطى عطية الروح القدس قبل التوبة. قبل التوبة. قبل التوبة. طيب لما قال توبوا هنا بيكلم الخطاة الموجودين في المكان طبعا، لكن كان في مؤمنين قاعدين وبيسمعوه. في هل بطرس كان يوعظ المؤمنين بيقول توبوا ولا مفيش توبه اليوم؟ بطرس ايه؟ التوبه للمؤمنين الخطاة ولا الخطاة بس؟ لا التوبه دي الكل. عندما نتوب يبتدي الروح القدس يتحرك معانا. ويما بطرس كان الخطوه الاولى اللي خدها بطرس انه وقف وتجرأ وقال توبوا
ده من دافع الروح القدس كده. لما امتلى يعني واحد بيقول لهم تعالوا نتعمدوا مين النهارده يقدر في بلدنا او في اي حته يقدر يقول الكلمتين دول؟ ما يقدرش. بيبقى صعبه لكن صعبة. الروح القدس يقدر يخلي هو اللي بيشهد روح القدس. يعني لو الروح القدس بدا وقال لك اعمل حاجه هيطلع هات المبادره هيطلع النهارده. احنا بنتكلم على خطوه بطرس انه خد خطوه دونا عن التلاميذ كلهم. يعني يوم الخمسين عملوا معجزات وعاملين ايات لكن كل الايات بدات تصب على مين؟ على بطرس. على بطرس لانه هو اللي خد الخطوه. طبعا خد المبادره. كل المؤمنين نايمين في الكنيسه كتير لكن لو طلع منهم بطرس وطلع لبره كده بس بالروح القدس الله هيستخدمه. احنا هنشوف عجائب. انتوا عارفين الروح القدس لما بيبدا معانا بيعمل معانا حاجات غريبه. الكلام مش مننا، الوعظه مش مننا. مظبوط. يعني انا مره اتقال كتاب عن بطرس ساعتها فلما سمعوه حصل لهم ايه؟ نخصوا. طب نخصوا ازاي؟ الروح القدس اللي اشتغل. يعني في واحد يخطب خطبه لمده شهر كل يوم خطبه ولا يعمل تاثير انا حسن يطن وزنجل يرن زي ما قال الكتاب. لكن واحد تاني يتكلم كلمه زي بطرس توبوا بالروح القدس وتعالوا واعرفوا اعملوا كذا. واول ما قال الكلام ده بدا بدا الرب يستخدم بطرس. في مؤمنين كتير نايمين روح القدس عاوز يصحيهم وعاوز يستخدمهم وعايز يعمل بيهم طبعاً. لكن جرأة بطرس خلت الدنيا عملت ايه لما سمعوا نخصوا في قلوبهم. انت تعرف ان الوعظة دي غريبة قوي. كم واحد رجع في الوعظة دي؟ 3000. طيب انا عايزك تحط لي 3000 في مكان من غير ميكروفون. ايه رأيك في كده؟ ولا حد. كان في ميكروفون وقتها؟ ابدا. وسمعوا كلهم؟ ده لو واحد بميكروفون صوته مش هيجيب اخر المكان. مش هيجيب ال 3000. مش كده ولا ايه؟ مرة من المرات كنا في مؤتمر في اسكندريه وفي جماعه بتوع من يربح المليون اللي هم كانوا عاملين خدمه القاده المليون. فوقف خادم بريطاني نسيت اسمه، اسمه جون تقريبا، وهو بيوعظ كده ولسه بيوعظ وبيقول ايه؟ الله يقدر والله يعمل. لقي النور بتاع المخيم اتطفى بالليل ومطر سيول رهيبه نازله. هو الاول قال الله قادر ان ينزل سيولا علينا بس مجدة. راحت الميه نازله، الميه راحت طافيه النور وغيرت الميكروفون. فقال الكلمه اللي بقولها لك دي، قال بطرس وعظ من غير ميكروفون في 3000 وانا صاعظ وعظ واتكلم وعملها عملها والرب استجاب. بطرس لما يتكلم جاب على فكره كلمه نحو 3000 دول اللي جه للرب خلاف اللي مش معروف. خلاف كمان اللي مش معروف لان مبادره بطرس كانت مهمه. هل النهارده في مؤمنين لما الروح القدس يتعامل معهم هيستخدمهم الاستخدام ده ولا كان زمان في ايام بطرس؟ بس هو المؤمن هيستخدم الرب يستخدمه لما يوجه طبق القلب اللي مستقبل بتاعه لشعاع الروح القدس. هي في حركه كانت عند بطرس موجوده عنده مش موجوده عند الرسل التانيين. انه متسرع يجري ان شك فيك الجميع انا لا شك. انا مش هعمل ايه انكرك. انا بالجسد كان بيتكلم لما دخل الروح القدس عليهم وملاء وبقي معمد بالروح القدس في يوم الخمسين. ولا كلمة بعد يوم الخمسين بطرس استخدم تصرعه وربنا ما استخدمه عاد الروح القدس اللي كان بيتكلم الروح في القدس الآخر. هو فيه يعني انا عايز اقول الانسان المتسرع الانسان اللي بيقدم على خطوات اول ما يجي الروح القدس يعمل ايه معاه؟ بيغيره بيغطيه بكل شيء ويديه. بطرس هو الوحيد الذي تغيير بدأ. بطرس هو الوحيد الذي بدأ وحرض على الناس ان يتوبوا. لما قال لهم توبوا كم واحد سمع كلام بطرس؟ 3000. طبعا طبعا. امتى الله يحركنا بخطوه يسمعنا فيها الناس ويتوبوا كده بالطريقه دي؟ لما احنا نطيع ونستقبل ونسمع صوت الرب. ايوه اول ما نستقبل من الرب كلام. يعني لو ربنا اكيد ربنا قال لبطرس قول الكلام ده طبعا والروح القدس بيحرك. على فكره حتى الكتاب المقدس مكتوب عنه كتبه اناس مسوقين. يعني عارف مسوقين يعني ايه؟ يعني بيسوقهم بالكربات. مسوقين بالروح القدس. وبطرس لما قال توبوا كان ضامن الغفران للناس دي كلها طبعا. ولا ايه رايك؟ يعني نصيحه بيقدمها وكان بيتكلم بالروح بيهز القلوب. يعني هل الروح القدس يقدر ان يحركنا في مبادره لان يتوب الناس في بلادنا المصريه وفي كنايسنا وفي اجتماعاتنا بكل صدق وأمانة لما نتضع في يد الرب ونحط يعني ربنا قائد كل حياتنا وأمورنا ونتواضع يعني هنبص لك. أنا عارفك عايز تقدم ترنيمة عددين كده نصيحة
للناس عشان تتوب النهارده زي بطرس ما كان بيقدم. فاحنا عايزين نسمع منك العددين بتوع الترنيم اللي انت بتقولهم، وتقول للناس انت هتعمل ايه، ربنا بيعمل معاك ايه. ممكن تمسك المايك وتتفضل. امين. تقول لنا الترنيمه. امين. امسك المايك. امين. واحنا دلوقتي هنسمع ترنيمه من اخونا الحبيب، هو طبعا بيحب التسبيح وبيحب الترنيم، عشان كده هناخد عددين مع القرار، والرب هيباركوا فيهم عشان تسمع الكلام اللي بيقول. مش بيرنم، بيقول لك كلام في الترنيم اسمعه وفهمه واعرف الرب بيقول لك ايه عشان تتوب. الرب له كل المجد بيدعي كل نفس وكل انسان من اي مكان، اي كان يعني مكانه او شخصيته او عبادته او 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 جميع الناس، لانه من محبته لينا هو وحنانه علينا بيريد الجميع يخلصون الى معرفه الحق يقبلون. هو جاء من اجل الكل، ما جاش من اجل حد وحد لا، ولا ميز حد واختار حد، لا، هو قال تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. لذلك بيدعي الانسان بيتكلم عنه ان هو اخ، بيقول له ايها الاخ تامل بعد ما هتموت هتبقى فين، هتروح فين. ايها الاخ تامل في سبيل ذي الحياه. هو لما يبتدي ترنيم دلوقتي هيقول الترنيمه، بس الترنيمه دي بتكلمك، رد عليها. تامل، هتعمل ايه؟ توب دلوقتي، تعال للرب. ممكن حضرتك تمسك الترنيمه وتبدأ معانا بالترنيم على طول. أيها الأخ تأمل في سبيل ذو الحياة، أين أنت ذاهبا بعد الوفاة؟ امتحن نفسك حالا واسرع عنا بالنجاح، واصطلح مع ربنا فاد الخطاة. كل ما في الأرض فاني، كل ما في السماء باقي، يا حبيب اكلز لنفسك كنز مجد لا يضيع في السماء. ألا تعلم يا حبيبي أنك ضيف غريب راحلا الى سكنك للابد، فاستعد للمسير حتى تبقى عن قريب. زادوا دخل زادوها مجد الصمات، كل ما في الارض فاني، كل ما في السماء باقي، يا حبيب اكلز لنفسك كنز مجد لا يضيع في السماء. امين امين. الترنيمه دي عمرها تقريبا قرابه 100 سنه. من زمن طويل. وعلى فكره اللي الفها شخص جال الرب من الحظيره الاخرى. يا سلام. وانا كنت بسمع الترنيمه دي وانا صغير، انا عندي دلوقتي 71 سنه، وكنت بسمعها وانا صغير، وكانوا بيقولوا ليها 30 40 سنه، فهي 100 على الاقل يعني، ونفس الوضع برضو. ويعني نشكر رب. فالترنيمه دي كان زمان بيسموها في الكنيسه عندنا من ترانيم او كتاب الوزاره. ليه؟ لان كانت الترانيم القويه الدسمه، والثانيه بقى اللي هي بتيجي زياده دي كانوا يسموا ترانيم الدم السمين ودم، اللي هي برضو في ترانيم كتير قوي مخصوصه. أيوة. امنت يا ربي فقوي ايماني، الحاجات دي كلها. النهارده الترنيمه بتقول لك ايها الاخ تامل في سبيل ذي الحياه، هتروح فين بعد الوفاه؟ تقول لي لسه بدري، ما يمكن تموت دلوقتي، ممكن تسلم دلوقتي، ممكن احضر دلوقتي. ما تيجي للرب بقى، لان بطرس نادى بالمبادره دي وقدمها. الايه الثانيه اللي هيقدمها لك اخونا الحبيب ايه غريبه شويه، ديك يتوبوا وارجعوا برضه، ودي يتوبوا وارجعوا. انا عايز اسمع منك الترنيمه الايه الثانيه بتقول ايه بالظبط، اقراها لي كده، لان الايه الثانيه جرأه بطرس خليته زودها شويه. الاول كان بيقول توبوا وارجعوا واعتمدوا، لكن في كل برضه قال بطرس. بطرس اللي قال برضه فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم وتمحى خطاياكم، ولياتي تاتي اوقات الفرج من فين؟ من وجه الرب.
شوف بقى من وجه الرب اوقات لم... ايه اوقات الفرج. تمام، احنا في اوقات ايه دلوقتي؟ احنا في اوقات ايه؟ احنا في اوقات، خليك معايا، احنا في اوقات ايه؟ الفرج ولا مفيش؟ لا فرج. كل من الناس بتقول كلام على الضيق، بيتكلم على الضيق على الضيق على الضيق. انا عايز اقول لك احنا كمؤمنين دلوقتي التوبه محتاجه للمؤمنين هنا. توبه المؤمنين، وبطرس بيكلمه توبوا وارجعوا. ليه يا عم بطرس؟ قال لي تاتي اوقات الفرج من وجه الرب، مش كده ولا ايه؟ من وجه الرب. اوقات الفرج تيجي من وجه الرب، معناها ايه؟ بعد ان احنا اللي قافلين الفرج، بعد الانسان ميل للرب ويتوب وسلم قلبه وسلم قلبه للرب، هيجي وسع من عند الرب والفرج والاحتياج كله يجي من وجه الرب. الاحتياج والمرجوعة والضرب والارهاب وكله ده سببه قله التوبه وعمل الخطيه في الشيطان. توبه الخطايا، يا ريتها توبه الخطايا. بطرس النهارده في جرأته بيقول للمؤمنين انتوا اللي قافلين الفرج، انتوا اللي قافلين السكه. انا بكلم كل مؤمن وكل كنيسه، لو تبنا قدام الرب تفتكر الرب يعمل ايه؟ ايام ما تبنا وايام ما جينا للرب وايام ما اعلنا كلنا صلوات توبه، الرب عمل ايه في كنايسنا؟ غير كل الاوضاع. النهارده بطرس بيكلم الاوضاع كلها اتغيرت. فالنهارده لو عايزين نغير الاوضاع من عدم الفرج الى الفرج بالتوبه. توبه وارجع. وبعدين في حته ثانيه قبل التوبه بقى، بعد التوبة على طول، بين التوبة وبين الفرج في مشكلة اللي هي الفيش والتشبيه بقى. لتمحى لتمحى خطاياكم. لو اتمحت الخطية خطاياكم لكي يجي الفرج، عندما يتمحى في خطية في لعنة. طبعا، لأن الخطية أساسها لعنة. فالنهاردة احنا بيكلم مؤمنين بيقول لهم تمحى خطاياكم. أنا عايز أسأل سؤال، في مؤمن خاطي؟ كلنا، أغلبنا. عشان كده احنا عايزين نصلي النهاردة للكنيسة انها تتحرك. القسيس يتوب والاخ يتوب والشيخ يتوب، كله محتاج، صغير يتوب، ده كل يوم محتاجين، كل ساعه محتاجين لتوبه. مين عاوز يتوب معايا النهارده؟ انا واحد عاوز اتوب وبرفع ايدي، انا بقول له توبني فاتوب. اتوب، ايوه يا رب توبني فاتوب. يا ريت نقولها ثلاث اربع مرات الكلمه دي واحنا قاعدين دلوقتي بنتفرج على البرنامج. نقول للرب ايه؟ توبني فاتوب، توبني فاتوب. ولما تقول له توبت يعني معناها ايه؟ توبوا وارجعوا. تمحى في في أستيكة، هتمسح كل اللي عصب، تطلع شكلك تاني. طب بعد اذن حضرتك، طيب يا ابونا، يعني التوبه يعني معناها ايه؟ معناها التوبه معناها ايه؟ التوبه عباره عن وقفه لوقف ما مضى وبدايه متغيره، غير تغيير اتجاه. حلو. تغيير اتجاه، يعني انا معناها ايه التوبه؟ ان انا يعني انا ماشي اتجاه مثلا ناحيه مصر، لا فرح واقف ود ظهري للناحيه الثانيه وامشي في الطريق وطبعا اللي عايز بقى الخطيه، عايز بقى الروح القدس. يعني انا هسال سؤال، ناس كتير اقول لهم توبوا بيقولوا لي غلط. لا، بيقولوا لي ايه؟ مش قادرين، كل ما احب اتوب مش قادر. لكن انت دلوقتي النهارده بتنصح بان بطرس لما قدم المبادره وناس سمعت خدت، مش كده ولا ايه؟ خدت. طيب، هل واحد بيدخن يتوب دلوقتي قدام الرب؟ لما يقول له الواحد بيقول له مش قادر، امسك بايده وخدني اتغير واكره الخطيه والدخان يبقى بق مر والافكار الرديه ما تجيش في ذهني وتعشش. انا اقدر اصعد كل الطيور اللي يعني تيجي في على راسي، ما اخليش عصفوره تيجي يعني تعشش. شفت منظر غريب. شفت قسيس قبل ما يعرف الرب كان تاجر حشيش. يا سلام. في الاردن. يا سلام. ولما جال الرب لا غير خلاص. شفت اخ تاني خادم وانا راكب معاه الميكروباص، لقيته بيقول اللي جنبه لو سمحت بلاش السيجاره عشان ريحتها. فانا افتكرت ان هو كده، اتاريه مش كده، اتاريه الرب غيره من سجاير كان بيشرب بالكوم ودلوقتي رجع ايه؟ مجد للرب. رجع للرب. لما رجع للرب مش طايق ريحتها، يعني زي ما تقول نحن الذين متنا عن الخطيه كيف نعيش بعد ان خلاص الاشياء العتيقه قد مضت هو ذا الكل قد صار جديد. فتوبوا وارجعوا تمحى خطاياكم. تمحى خطاياكم. طب افرض واحد عمل 100 غلطه وتاب دلوقتي، كله هيتمحى. تمحى. كله هيتستر بدم السيد المسيح. مثل العصفور قد انفلتنا من فخ السيارة. واحد هياخد حريه. مجدا للرب. يسيب الخطيه، يسيب الشر. طبعا. عشان كده النهارده انا عايز ابشرك بالسعاده، مجد للرب، وابشرك بالفرح. انا استغربت لما زكى الرب دخل بيته قال له يا رب، قال له نعم، قال له نصف اموال الفقراء وان كنت قد وشيت باحد
أربعة أضعاف. طيب النهاردة فاضل كام مليم معاك يا عم زكا؟ قال أعيش بمحبتك معايا. مفيش. أعيش بمحبتك. هل عاش زكا في فرج ولا تعب؟ لا ده عاش في سعادة. بالظبط. عاش في سعادة. مفيش حد عارف ربنا وما جالوش فرج. صدقني يا ابونا من يوم ما عرفت الرب وتلذذت بيه ما خلنيش احتجت حاجه. اقول مع داود الرب راعي فلا يعوزني. لا والايه الجميله اللي في المزمور ده اللي بتقول انما خيرا ورحمه يتبعاني ماشيين ورائي كل ايام حياتي. مش يوم ولا اتنين بكل ولا سنه. بكل امانه بتكلم امام الرب وكتير هيسمع ويشاهد ويشوف الموقف ويشوف الكلام اللي بيتقال امام الرب اللي انا بسجد قدامه. لو الانسان اللي عن نفسي لو مسكت شويه ده تراب كده بتحوله لذهب. شكرا ليك يا رب. لو مسكت اي بيعه اي شروه تبقى لها ثمن كبير. طب مش بركة الرب تغني؟ ولا يزيد معها تعب. أنا مرة قريت آية جميلة في القليل الذي للصديق خير من ثروة أشرار كثيرين. أنا قلت ثروة أشرار كثيرين عمرتين ثلاثة. لا. وشاروا. طب هو ما عندوش قليل. لكن زي ما قلنا بركة الرب بتعمل إيه؟ بتغني. بس الرب هو مصدر كل الخير مش كده؟ طبعا. أنت الخير وأنا عايش فيه. مش كده ولا إيه؟ هللويا. عشان كده الخطوة اللي خدها بطرس. أنا عايز أتخيل بطرس هو صياد. يلبس إيه؟ وعايش إزاي؟ هيلبس إيه؟ وياخد سمكات في الآخر اللي هو هيدوب هيلبس إيه؟ ولا هو لو لبس حاجة مش عارف يشتغل في البحر، عريان في البحر. وبصيت في يوم الخمسين لقيت حاجة غريبة أوي، بعدها بيومين ثلاثة كده أعمال 2:42 كان كل وبعد كده كانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات وبعدين كان كل شيء وكان الذين لديهم عقول. احنا هنا بنهتم بالعقول وبالأرض وبالبنى لكن الذين يبقونها ويضعونها فين؟ عند أرجل التلاميذ. ايه ده؟ واحد بيت الفلوس تحت رجليه ملاش قيمة. ملاش قيمة. اتلذذ بالرب. هيعوزه ايه؟ دوس يا نفسي بعز. عشان كده النهارده اللي يعرف ربنا اتخلينا بعد اذن حضرتك يعني حتى نتكلم ونتامل في مجنون كره الجبريل. شوف الاول كان ساكن فين؟ كان ساكن فين؟ بعد كده اللي في الخطيه اللي ما يعرفش عن الرب كان حاجه واي انسان حاليا ما يعرفش عن الرب حاجه هو كده عايش في وسط الاموات ياخد من هنا ويضيع من هنا. عايش في وسط الاموات ساكن في القبور ساكن عيشته في القبور. طب استنى بطرس كان عنده رصيد في البنك ولا فاكر قصه الاعرج عمل ايه معاه؟ قال له عندي قد ايه؟ عندي مليون جنيه للرب. هللويا. قال له ايه؟ هو عمال يبص فيهم ويتفرس فيهم عشان ياخد فلوس وينزل لبطرس ويتملى في يوحنا ويتامل فيهم وعاوز دول داخلين مكان معاهم فلوس كتيره دول معاهم الخزنه هيدينا عطيه كبيره. قال له ما عنديش ليس لي فضه ولا ده. انظر لي كويس انظر لي لكن اللي معايا اياك اعطيه. واداله باسم يسوع المسيح الناصري قوم. اداله اكتر من الفضه والذهب ما خلاش يحتاج لحاجه بعد كده. يا سلام. لو خد كد ما خد من العالم وشحت ويمد ديه ويقعد عمره كله. تفتكر في احتياجه للعالم مش هيشبع لكن لما خد يسوع المسيح الناصري عطاه صحه وعطاه قدمين وعطاه حاجات ما كانش تخطر على ولا يحلم بيها. هو عمل له حاجه ما كانش يفكر فيها ويوصل ليها. عمل له حاجه قبل يوم الخمسين في بيته وشفى له حماته. مش كده ولا ايه؟ ايوه صح. وكل ده ما نفعش الا لما بدا الروح القدس يتعامل مع بطرس. مظبوط. طيب بعد ما اتعامل مع بطرس ملك حاجه اقوى من كده فاكرها؟ لما كان يمشي بطرس ده الظل بتاعه. ايه ظله ده بقى؟ يعني ده اكبر من اللازم مش كده ولا ايه؟ ما هو يعني السيد المسيح تخيل طابور من العيانين والشمس طالعه ورميه الظله بتاعته على مين؟ على العيان. يمشي كده يلاقي كل اللي بيمر عليه الظل مش محتاج يصل له ايه؟ لا الدكتور ولا العلاج. ده ياخد كام مليون جنيه بقى؟ صدقني لا محتاج لدكتور ولا علاج. ليه؟ لان الرب فيه. انا عايز اسالك سؤال. اتفضل. عايز اسال سؤال للناس. ايه سر سعاده الناس؟ ايه مصدر سعادة الناس؟ ان يكون الرب فين؟ مفيش غير الرب اللي في القلب. في مثل بره في السوق بيقول اللي جور السعيد يعمل ايه؟ يسعد. ايه رأيك ان السعيد ده مين؟ السعيد اللي سعده ربنا. لان ربنا مصدر السعادة. يعني بطرس سعيد؟ صدقني حضرتك فكرتني كمان بحاجة. ايوه. لما كنا في الصعيد قبل ما اجي القاهرة بكل صدق وامانة كنت بقول يا رب انا بشكرك لان اللي بيشاركك
بيبقى غني وما بيحتاجش الحاجة. شارك ربنا. اشكرك يا رب. شريكك، شريك الرب. لما بنظر كده بتامل في الغيط، بروح ابص الاقي الراجل اللي هو مشارك الغفير بتاع البابور، يزرع برسيم، برسيم ومحدش ياخد منه عود. الغفير، شريك الغفير، يزرع فول حراتي محدش ياخد منه حبايه، يزرع حمص محدش يقدر يخلع كن حمص او حمص، ومشارك واحد غفير. قلت يا بابا كم وكم اللي مشاركك انت، كم وكم اللي فاكر لما بيقول اللي واخد ودي معاك انت يا حبيبي يا بابا. الكتاب قال كلمه جميله قوي عن اسحاق في سفر التكوين. سنه كانت جوع، مفيش اوقات فرج اهو، لكن في تلك السنه زرع اصابت 100 ضعف. انا لغايه دلوقتي كل ما اجيب 100 ضعف قدامي بفتكر حاجه غريبه. هللويا. الاراط عندك مش 124 124 اراط الفدان. ايوه، لا انا بتكلم على خلي يعقوب عنده اراط واحد بس. 174 متر. تخيل ال 174 متر دي لو رصيت فيها 174 شوالي يساحهم ما يشيلهمش. طيب خليه يساحهم، امال ماء الضفدع يحطهم فين بقى؟ يرميهم فين؟ طلعوا ازاي دول؟ انا عايز افهم طلعوا ازاي ماء الضفدع؟ واتحملوا ازاي في يعني انا متخيل يعقوب يعني. يعقوب ارضه مهما كان الرب كده استاجر او اخذ من الناس الاراضي اللي حواليه عشان احط ال 100 ضعف الموجودين. طبعا ده يعتبر الناس كلها جعانه وهو عنده ال 100 ضعف وهو ما احتاجش الحاجه. ايه ده؟ هو ما احتاجش الحاجه. دي خطوه خدها بطرس، يا ريت كل واحد ياخد خطوه بطرس. انها دي مالها جاهل بعلامه. انا بطرس بيقول عنه الكتاب انه في مره في بطرس بيقول كده في اخر الايام اللي احنا فيها تنحل العناصر محترقه تزول. عارف دي معناها؟ كان الاول بيقول لك العنصر لا يتحلل، لكن بعد كده تحلل بالذره لما ضرب. بطرس يقول الكلام ده علامه في الفلك واللاهوت في البتاع ده في الجيولوجيا والكلام ده كله. هذا اللي حصل بقى. تخيل وهل هيتم في الاخر برضه. الارض اختار واللي اختار الله هتلك. اختار الله بطرس ده، اختار الله مين؟ جهال العالم ليخزي بيهم، ليخزي بيهم العلماء. العلماء اختار فقراء ليخزي بيهم الاغنياء. الاغنياء اختار الاغنياء. عشان كده كفقراء لا شيء لنا لكن نحن نغني كثيرين. الله من خلال بطرس عمل شغل كبير. هللويا. مين عاوز ياخد مبادره بطرس النهارده ويجي المجد ويقول للرب امتلكني غيرني؟ يا ريت يا ريت كل يا ريت يا ريت كل اللي يا ريت يا اخونا كل من يشاهدنا ويسمعنا تصلي لنا صلوه صغيره مع الناس اللي على الشاشه دلوقتي. امين. في ناس انا عارف الناس واقفه دلوقتي بتقول يا رب استلم قلبي. يا رب انا عاوزك تستخدمني. امين يا رب. امين. قدامنا دقيقه واحده صلي لنا فيها يا اخ راشد. امين يا رب. اتفضل. يا رب احنا بنشكرك وبنعظمك في هذا المساء لانك اله صالح وطيب ومحب وامين يا رب. لك المجد. اللي بيعرفك عرف كل الكنوز يا رب، لان مزخر لنا فيك كل كنوز الحكمه والعلم. شكرا. لاني شهد عنك يا ربنا يسوع عبدك وقال الرب راعي فلا يعوزني شيء. شهد عنك يا ربنا وايضا برضو قال ان نسيت الام رضيعه انا لا انساكم. انت وعدتنا بالحمايه والرعايه وكل الاحتياج يا ربنا يسوع، بتسدد كل احتياجنا واعوزنا. عشان كده احنا بنيجي يا ربنا كل اوقاتنا بنقبل قدميك وبنطالبك ايها الرب الهنا وسيدنا. كل نفس يا ربنا بين ايديك بتشاهدنا وبتشوفنا يا ربنا الان، وبتحضر يا رب الحلقه تكون سبب بركه ايها الرب الهنا وسيدنا لكل من يرانا ويشاهدنا ويسمعنا، لانك انت فينا يا ربنا رجاء المجد. نرجو يا ربنا تبارك القناه، بارك كل قناه يا ربنا، تزيع اسمك وتعمل في كرمك ايها الرب الهنا وسيدنا. بارك ايضا يا ربنا ابن خادمك الجسيس الدكتور يا ربنا يسوع الراعي القسيس نصر الله يا ربنا يسوع. بنضع ابنك ايديك ايد خدماته بالنجاح والفلاح في كل مكان يوجد فيه، ليعود المجد اليك وحدك ولا سواك، لانك انت الرب اللي سهران على كلمتك لتجريها، وانت الرب اللي احنا بنطالبك. لنا اله سهران علينا في الليل حمينا وفي النهار بيواسينا. انا بشكرك من اجل رعايتك ومن اشكرك من اجل عنايتك، اشكرك من اجل كل من يسمعنا رئيس معنا وشاهدنا. دع ان تكون بركه، ودع ان تكون يا ربنا سبب رجاء لكل نفس في كل مكان تسمعنا. لاجل اسمك، لاجل اسمك اجيبنا يا ابانا في اسم ربنا يسوع، ولكل الكرامه وكل المجد.
آمين. آمين يا يا ريت رب. كلنا آمين ناخد يا القرار رب. اللي خده بطرس، ان هو اللي وعظ يتكلم يشهد عن إلهه ويتوب الناس ويرجعوا، وتيجي أوقات الفرج. أنت كمؤمن كل الناس تعالوا توبوا عشان تيجي أوقات الفرج، آمين. والرب يقدر يبعت الفرج. آمين. بنشكر الرب جدا لأجل هذه الحلقة. خلينا ننتبه، واللي سلم حياته المسيح ممكن يتصل ويقول أنا جيت للرب في اليوم ده، وهبتدي أخدم الرب في اليوم ده، والكنيسة هتتحرك في اليوم ده. إلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامجكم خطوات على الطريق، والرب يبارك. خطوة قدام، خطوتين ورا، مسافر وتايه على فين يا ترى؟ لحد ما شفت اللي بيرشد لي خطواتي، غير لي مسار حياتي. يسوع اللي دور عليا والدم قلبي اشتراه.